المشاهدين مرحبا بكم راح نقدم لكم اليوم زوجين معروفين في الكتاب المقدس حياتهم مثاليه لينا حياتهم رمز نقدر نتبعوه ونفتخروا كي نكونوا بحالهم كي نقراو عليهم نقدروا نتعرفوا اكثر اكثر عليهم هما اكيلا وبريسكيلا اكيلا هو الراجل وبريسكيلا مراته هما مؤمنين يهود من من تركيا كانوا عايشين في تركيا وكانوا عايشين كان تانيت في كورانسوس وخرج قرار ضد اليهود في ذاك الوقت اللي كانوا عايشين فيه هما فاضطروا يهربوا ويروحوا لكورانسوس المدينه المدينه تاع كورانسوس وتماك كانوا يخدموا الحرفه ديالهم كانوا يديروا يخدموا حرفتهم يديروا يصنعوا الخيم وتعرفوا بالرسول بولس ومع الرسول بولس ولا صاحبهم ويتكلم على هاد, على هاد الناس على الشخصيات في الرساله نتاعو تاع كورانسوس ويقول لك اني سكنوهم معاه سكن معاهم وخدم معهم هو كان عنده نفس الحرفه وخدموا في مع بعض في نفس الحرفه وفي تبشير الكلمه ونشر البشاره الجديده احبائي المشاهدين نقدم خواتاتي معايا اللي راهم هنايا واش نتكلموا من بعد على الموضوع نتاع برسكيلا والراجل ديالها اكيلا خدام الرب اهلا وسهلا بكم اخواتي مرحبا بك نعيمه آه شكرا اختي ظريفه مرحبا بك انت يا تاني. وانا فرحانه كثير انك استدعي استدعتيني استدعيتيني في هذا البرنامج وثاني فرحانه اني مع اختي نجات ونسلموا ثاني نعم. على المتفرجين يتابعوا فينا في هذه الحصص قعدوا معنا باش تباركوا ثاني معنا شكرا مرحبا بك اختي نجاة مرحبا بك اختي ظريفة مرحبا بك اختي نعيمة اللي كنفرحوا بك انك تتحضري معنا وسلام ونعمة لكل المشاهدين والمشاهدات ومرحبا بكم معنا وكملوا معنا البرنامج للاخر باش تمتعوا ربي باركم. شكرا خوتي العزيزة احبائي المشاهدين كما قلت لكم الزوجين راح نتكلموا عليهم هما في العهد الجديد هما كانوا رسل ومتعلمين ومبشرين للكلمة كانوا مع الرسول بولس معلمنا الكبير الرسول بولس كانوا يبشروا ويخدموا الرب ويعرفوا الانجيل كان حياتهم كرسة بالتمام وعلى بها اختارنا العنوان تاع الحلقه تاعد اليوم البيت المثالي لانهم كانوا مرتبطين ارتباط شديد في الزواج اللي هو المق... الزواج يعني مقدس مرتبطين ثاني في حب وايمان واحد بالرب يسوع المسيح مرتبطين في الخدمه ومساعده الاخرين نبداو الحلقه وان شاء الله تستفادوا منها ونستفادوا معكم مع بعض لان هم صح كما قلنا قدوه لنا ومثال متميز يعني مختلف جميع الازواج اللي هضرنا عليهم في هذا حتى لهذا الوقت كانوا مثال لنا ولكن هذو كانوا مثال تاني في سيرتهم تانيت يعني ما, ك... ما الكتاب ما يذكرش انه غلطوا ولا داروا حاجه ما تحزن قلب المسيح أه، تفضلي اختي نجا تحبي تشاركينا بكاش كلمه ولا ب لنا عن هذه الشخصيات واش رايك؟ اكيد اختي ظريفه نكمل كيف كنت قلتي نكمل بعض المعلومات على اكيلا وبريسكيلا هما فعلا كانوا في ايطاليا و... وكان كلوديوس كان امر باش حتى يهودي ما يبقى في روميا مم. يعني كاع اليهود اللي في روميا كانوا يخرجهم وفعلا كانوا خرجوا هاد الكوبل مشاو مع الناس اللي هما كانوا هاجروا من من روميا وكانوا مشاو المدينة ديال كورينتوس وهاد المدينه ديال كورينتوس كانت مدينه تجاريه مم. يعني كانوا كيديروا فيها التجاره كثير وهاد اكيلا وبريسكيلا كانوا كي الحرفه ديالهم كيديروا هادشي ديال الخيام هي فاش كان بولس جا من جا لكورينتوس تلقى مع هذا الكوبل وهذا الكوبل في الاول ما كانش معترف ما, ما كانوش عارفين الرب يسوع يعني م. كان بولس هو اللي كان خبرهم وهما كان هذا الكوبل كان يعني كوبل واحد في المحبه وفي يعني بعضهم جوز ازواج مثاليين هي فاش خبرهم الرسول بولس بالايمان وخدم معاهم لان حتى هو كان كيدير هذه الحرفه وزدت يعني تكمل معاهم كثير في الحرفه وبشرهم وكانوا تبشروا فعلا في فرو في كرونتوس وهي فاش يعني شدوا في الرب وتعترفوا بالرب وشدوا في الكلمه مزيان وزادوا تقووا اكثر واكثر ما بين القوه اللي كانت بيناتهم يعني روح زوجيه وحياه زوجيه كانت سعيده وكانوا قويين على العلاقه بعضهم زادوا كملوا اكثر لما تعرفوا بالرب يسوع وزادوا كملوا اكثر لما انهم ولاو تبشروا مع بولس وهذا الشيء اللي غادي نكملوا في امين شكرا هما صح مع بعض في ثلاثة يقول لك رجعوا ثاني الأفاسوس وهما ماشيين في سيرتهم الروحية وتبشيرهم مع بعض الأخت ما عندك شي زيادة تقوليها؟ واش أه، لو نواصل في الحديث كما بديتوا الأخوات أنه بريسكيلا وآكيلا كما ذكرهم الكتاب المقدس كانوا كإخوة في الإيمان ويعني قبلوا ايمان من خلال يعني بولس الرسول يمكن نقدروا نسموه هكذا لانه كان كان هو يهودي يعني آه هو كان يهودي, الاصل آه وقبل الإيمان المسيحي من خلال بولس لما, آه لما جاء يعلم في هذيك مدينه كورنثوس كان يسمعوا لتعاليم بولس وسلموا حياتهم للرب وكانوا حتى المفسرين يقولوا انه كان البيت الاول في كورنثوس اللي استقبل المعلم بولس باش يعني يكون بيت صلاة وكما بديتي أه أختي يعني قلتي انه كان حتى يخدم معاهم كانه هذه كانت ثاني مساعده ليه لان لازم يعني لازم الفلوس لازم باش يعيش وهكذا وهما يعني خادوه باش يخدم معاهم في التجاره باش هو ثاني يقدر يعيش روحه يعني يجيب المال لروحه وهذاك ماسرى عاونوه يعني في التجاره في الاموال وعاونوه ثاني في التبشير كما قلتي اختي ظريفه وحتى لو نوصلوا في القراءة يعني شوفوا في في الإصحاح 18 في أعمال الرسول نشوفه باللي هذا الزوج من كثرة ثقة بولس فيهم حتى أنه يقول أنه خذاهم معاه لما سافر يواصل للبشارة لما كان حابب يروح لسوريا خداهم معاه وهذا يبين لنا انه كان عنده ثقه فيهم لانه هو ما, طلع. ما ياخذش اي واحد معاه كانت صورتهم في عينيها خداهم يعني لانه كانوا رفقاء له وشاف يعني محبتهم مم. وشاف خدمتهم وشاف تواضعهم وهذا خلاه انه لما كان يتفصيحهم. يواصل يعني للبشاره خداهم معاه وثاني كان واحد الايه بالك ثاني توضحنا هذا الموضوع لما قعدوا ثاني قعد معاهم يقول لك في واحد الوقت قالوا البوليس قعد تزيد قعد معانا ما حبوش يخلوه حتى يواصل بشاره لكن هو استاسف واستأذن قال لهم لا لا قالوا انا لازم آه لازم نروح نكمل يعني المسيره مم. ديالي كان لازم يرجع لليهود باش يعيد هناك قال لهم اورشليم ما نقدرش نقعد كثر لكن هما نشوفوا هذا الرؤيه يعني نشوفوا باللي آه ان هذا الزوج كانوا مستعدين انه يعني يحتفظوا بولس عندهم من كثره محبتهم ما, حبتهم ما حبوش يخلوا بولس يفارقهم امين شكرا آمين. اختي العزيزه شكرا يقول لك في الاصحاح 18 كي اللي ذكرته في الايه 26 يقول لك باللي تلاقاو واحد اسمه ابولوس وشافوه باللي هو راجل يعني ماشي في سيره الله ويتبع الرب يسوع وثاني في 18 على الرسول 18 25 ولكن حسوا انه هو التعليم ديالو ماشي ماشي يعني محتاج ثاني بسامه شويه اكيد اختي و... ظريفه كي قلتي هذا ابو اللص كان رجل مؤمن يعني كان رجل مؤمن وكان يعني كيتكلم على الكلمه ديال ديال الله كيف كنقولوا يعني كان انسان كان دار دا المعموديه ديال ديال دار المعموديه ديال يوحنا ولكن ما كانش كيعرف الرب يسوع يعني ولكن هما لما شافوا لا، كان يعرف ما كانش يعرف في طريق الرب يسوع، كان داير المعمودية ديال التوبة ديال ديال يوحنا المعمداني، مي ما كانش عنده خبرة في محتاج يتكمل آه محتاج يتكمل، هما لما سمعوه تيهضر يعني تهدر يعني على الإيمان وتهدر على الإيمان اللي عارف هو بأن الله، وكاينين مؤمنين كثير اللي كانوا مؤمنين، ولكن ما ما معترفينش بالرب يسوع، لما هما سمعوه كيتكلم بحال هكا، يعني تاجهوا ليه وجا وحده والدو عيطوا عليه الدو عندهم الدو عندهم الدار لانه ما كانوا داير بيت كنيسه للصلاه وداك الشيء الدو عندهم بركو يشرحوا لي على الرب يسوع هي فاش كملت المهمه ديالو ديال الرب يسوع واعترف بالرب يسوع ولا تبشر معاهم على 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 التبشير الرب يعني يعني ربي جمع بين هذه الثلاثه آه. آه. آه برسكيلا آه وراجلها اكيلا و... وابو لوس هم اللي كانوا عطشانين بمعرفة ومع عطشانين يتعلموا كلمة الرب ويتعلموا الح... يتعرفوا بالحقيقة وحط قدامهم الرب يسوع معلمنا الرسول بولس باش يعلمهم وكانوا سايرين بإيمان وثقة <applause> وكأزواج تانيت حبيت لو كان يتكلم عليهم احنا فهمنا إذا أن الهدف ديالهم أن هم يتعلموا ويعرفوا ويبشروا بالإنجيل <applause> وكأزواج هذه حاجة مهمة حبيت لو احب اخواتي اللي في زوج تكلموني او نكلموا المشاهدين الاحباب واش الدرس اللي نتعلموا عليه منهم؟ واش اللي يخلينا ان احنا ثاني قلبنا يقطر بال ينشف من العطشان ما العب يعرف يتروى بالمعرفه. مم. 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 لما نقرأوا هذه القصه كما قلتي اختي ضريفه نتعلموا حوايج كثيره كثير. مم. مم. من خلال هذا الزوج. أكيد. نشوف انه اكيد انه فيه محبه بين هذا الزوج، فيه مفاهمه مم. وفيه ثقه في الرب. وفيه طاعة للرب لأنه لو مم. ما كانوش متحدين متفقين بيناتهم ما قدروش باش يديروا كل شيء كل هذا الشيء ما أكيد. يقدروش مم. يعملوا مع البشاره مع بولوس ما يقدروش حتى يعملوا التجاره مع بعض لانه لما تشترك مع واحد لو ماشي متفاهم معاه كتكون الغيره الغيره والمشاكل ما تقدرش تعيد حتى يعني تجاره ما دام كانوا مع بعض يعني يخدموا ينافسوا ف... بعض لو كان يعني بيشرب. كانوا يخدموا كما يقولوا برا يعني في العالم في العالم يعني أه. يجيبوا يديروا تجاره اكيد هما متفاهمين مع بعض باش يخدموا مع بعض يعني يخدموا مع بعض في التجاره يخدموا مع بعض في خدمة الرب وهذه وحده بيناتهم هذه وحده جميله لان لو كانوا في العالم ويخدموا هذا الشيء ممكن يصاروا عرقالات والحظ كما قلتي والمنافسه ايه لكن هما كانوا متحدين في المحبه والطاعه ولما سلموا حياتهم للرب ثاني آه يعني كانت عندهم وحده الايمان وحبوا يخدموا ربي مع بعض وهذاك يعني حتى نشوفوا انه لما يذكرهم يعني كتاب مقدس بولس يقول دائما بريسكيلا واكيلا يعني مم. يسبق حتى في اسم المراه قبل الراجل وهذا مم. غير معتاد في يعني في العادات القديمه يعني اليهوديه المفروض الراجل هو, هو يعني هو اللي يعني, يعني نسبقوه لكن هنا نشوفوا باللي كان يسبق في مرته يعني اكيد هذه المراه كانت امراه حكيمة مم. وامراه يعني خلات ان بولس يفتخر بها يفتخر بها وكما نقولوا احنا عندنا المراه هي هي سته البيت هي اللي يعني مم. حتى الكتاب المقدس يقول لك انه البيت المراه الحكيمه تبني بيتها مم. المراه الحكيمه مم. هي اللي مم. تبني البيت تاعها يعني قدرت انه تبني بيتها بالتجاره بالحكمه تاعها يعني كانت مراه يعني مم. مم. قويه قويه روحية. على روحها مم. يعني هذه في الحياه مم. العمليه وثاني في الحياة الروحية اعترف بها بولس انها امرأة حكيمة امرأة اللي خلت بيتها ينفتح للخدام الرب جو عندها اكيد لما يقولك البيت مفتوح الخدمة معناه يجو عندها يباتوا عندها ياكلوا يصليوا يعني دائما دارها مفتوح للناس وتعاون في الناس مم. واكيد يعني اكيد ما دام هما عندهم ديجارة عندهم اموال يساعدوا ثاني المؤمنين محتاجين محتاجين الفقراء اكيد يعني يعملوا اشياء باش يساعدوا الناس وهذا يخلي انه هذا البيت يعني بيت كامل في, يعني في كل شيء. اعطيك الصحه هذه يعني متكامل في كل شيء روحيا ومعنويا وكل شيء. صح هذا أكيد مم. 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 عندك شي زياده هذه؟ اه. زياده غير بالتفسير ديال اكيلا وبريسكيلا كيف انا كنت بحثت شويه ولقيت بان اكيلا كترمز للنسر. اكيلا يعني النسر. اكيلا كترمز يعني النسر الاسم, الاسم. وبريسكيلا تكلم على العجوز الشاب، العجوزة الشابة. اللي يعني عندها الجهد. مصر. يعني مصر. عجوزة ولكن م. شابة يعني والنسر يعني كأكيدة كت... كتنسر ده. يعني النسر ديما عنده قوي. قوي, قوي وديما يعني ديما منتصر على. ال... آه. صورة حب شابة صح كي برزق الله، هو كي النسر آه. قوي. يجدد شبابه وهي كي الشايبة والشيبان اللي عندها الجهد قوة قوة. صح م. حتى لو نكون عيانين نكون عليه يعطينا الجهد ويعطينا القوة مم. والشجاعة وما نخافوش وهذا درس تاني بالاسم ديالهم يعطيك كأنه درس تفهميه اني ما لازمش نخاف اكيد احنا مثلا كمتنصرات وهم متنصرين مم. واكيد في وقتهم كانوا عاشوا اضطهادات انك تخلي عقيدتك ودينتك وكثر. واكثر مم. تترجم تنقتل ولكنهم كانوا هو كان كل وهي كانت شبانيه ما, ما يذكروش السنة ديالها ولكن كانت جاهده باسم الرب يعني هم وحتى ابو من بعد يعني مثالي يورونا كيفاش نديروا <applause> كي ذكرتي الاخت نائمه عن بريسكيلا وفي الكتاب المقدس طول المره وكل الناس وكل العالم يعرفها باسم بريسكيل يعرف بريسكيلا واكيلا <applause> عمرهم ما يقولوا اكيلا <applause> مع ان هذه <هدي> حتى دركا <applause> كي تكلمي يعني عليا انا ضريفه وزوج ديالي ما يقولوش ضريفه وفلان يقولوا فلان وراجلها هي دائما تلقائيا يبداوا الراجل فما بالك في ذاك الوقت والكتاب المقدس كيهدر اسحاق ورفعاء دايما الراجل ولكن احنا عمدنا اكيلا وبريسكيلا احباء المشاهدين عشان نبين لكم إن في في الخدمه تاعهم في حبهم لبعض وحبهم لخدمه المسيح ما كانش تمييز مم. فبيت مثالي وبيت ثاني في التعامل مع بعض ما فيش تمييز مم. هي رجلها هو ومرته ولكن تقول اكيلا وبرسكيلا ولا تقول برسكيلا واكيلا كيف كيف فاحنا كشرقيين نقولوا اكيلا وبريسكيلا بس نتابع ونحترم الكتاب المقدس ونقولوا برسكيلا واكيلا وثاني وأكي برسكيلا لما نعرف ان هي خلات بصمه اكثر من اكيلا اكيلا معروف اه لكن هي كانت مرة معلمة تخيل في ذاك الوقت يجيو الرجال بلحيتهم وشنبهم وتتعلم تعلم لهم يعلمونا تاني تكارم الضيافة كما قلت أختي بيتهم ديما مفتوح, مفتوح. وهذا طول بال وقلب عريض باش تستقبلي واحد بالشهر شهرين ثلاثة أنا شخصيا هل ترى نقدر ندير هكا ممكن ليلة ليلتين ثلاثة أسبوع ماشي ال الإنسان تقيل بس هم كرسوا حياتهم مية بالمية في كلش يعني أكيلة او برسكيلا واكيلا بيت مثالي زوجين مثاليين. حتى انه هذا خلى اثر في بولس نشوفوا فيما بعد فيما بعد في في رساله تيموثاوس الثانيه آه كان كتب واحد يعني قال واحد الكلمه قال سلموا سلموا على برسكيلا واكيلا الذين كانوا عاملين معي. مم. شو يعني حتى لما يعني راح يعني ما نساهمش ما نساهم يعني لما راح قوس الخدمه يعني واحد اللي اثر فيك يخلف في لك اثر مليح ما, ما تنساش ما تنساش يعني شحال من مره هما نقضوا حياته نقضوا حياته شحال من مره هما عاقلين بريسك نقضوا حياته من الموت آه. يعني الخدمه يعني. ديالهم وعيشتهم آه حتى الدركام باستثناء آه العذراء مريم ويوسف النجار الكوبل تاعهم هما أو الأزواج كأزواج دولة ما فيش كيفهم يعني انكومبارابل يعني بحيث النظر طبعا أم الرب و... 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 ويوسف النجار بصراحة حاجة يعني روعة نحب نكمل أحبائي المشاهدين بنقول لكم باللي احنا طلبنا ورجعنا إن احنا كبني ادمين عندنا ضعفات كبني ادمين ممكن نغلطوا بس كل مره لازم نتوجهوا للرب يعطينا القوه متاع النسر تاع اكيلا ويعطينا الشباب والجهد تاع العجوزه بسكيلا اللي عندها جهد وما من ومن بلاد لبلاد مم. والعالم خلت بصمه كما قالوا خواتاتي خلت اثار في قلوب الناس وما زالت كل ما نقراو القصه ديالهم كل ما نتفكر عليهم نشوفوا شحال كانت يعني آه العطش ديالهم مهما تروا عطشهم ما, يتروش ما يترواش بزاف وهما كانوا يرويوا وينحيوا من عندهم ويعطيوا احبائي المشاهدين نقول ان شاء الله نتمنى تبعثوا لنا رسائل وتعطوا اراء وتستفسروا راح اي اسئله تحبوا تزيدوها وتقولوها انا ماذا بيا لو كان تقولوها لي وتبعتوها لنا لينا وهنا خواتاتي تاني ترجعوا يشرفنا نحن نردوا لكم ونقولوا لكم واش حبيتوا تعرفوا ولو كان شي زياده ما بينا تاني نتعلموا منكم ربي يباركم احبائي المشاهدين ونحب نخلص بصلاه أختي نجت لو تصلي لي صلي لنا باش نشكروا الرب ونخليه يا رب يكون معنا دائما ونكون بحال أكله وبرزق الله في حياتنا الزوجيه ومع رجالنا ومع اولادنا ومع احبابنا كاع ومعكم انتوما امين باسم الرب يسوع يا الهنا الصالح يا رب نشكرك نشكرك يا رب نعظمك ونبارك اسمك القدوس يا رب لانك اله عالي اله رحيم يا رب اله قدوس يا رب لك كل المجد والعزه والسلطان يا رب نشكرك يا رب اللي تفتح يا رب أدهنك بكلمتك الحيه يا رب لان مهما كنقراو الكلمه ديالك يا رب كنزيدو يا ربي نبحروا فيها اليوم يا ربي كنقراو ونتعلموا حاجه لما رجعوا يا رب نقراوها غدا كنلقاو حوايج اعظم اللي عرفنا البارح يا رب يا رب كنشكرك لانك أعطيتنا فرصه اننا يا رب هذا الكلام له نوجهوه للناس يا رب اللي يا ربي بعاد وباقين ما عارفينش طريقك انهم يتجرؤوا ويقراوا الكلمه الحيه ويفهموها يا ربي بالروح القدس يفهموا الكلام الرائع ديالك يا رب والكلام المعزي لانك اله صالح ورحيم يا ربي نشكرك تعالى يا رب افتح عيون ولادك يا رب عيون ولادك يعرفوا الحق يا رب يخرجوا من الظلمه للنور يا سيدنا الرب يا الهنا الصالح يا رب نشكرك ونعظمك ####يا رب نبارك اسمك القدوس يا رب من الآن وإلى الأبد آمين... آمين آمين, رب. آمين. شكرا اخواتي العزيزات وربي يبارككم ونتلاقاو في الحلقة المادية إن شاء الله مشيئة يسوع آمين. سلام الرب آمين. مع...